وفي سياق متصل أكد المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر أن تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية من جميع الأطراف الموقعة هي الوسيلة الوحيدة لتجاوز هذه الأزمة. وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء أنه التقى جميع الأطراف وعالج معهم عددا من القضايا المتعلقة بالاتفاق بما في ذلك مسألة تشكيل الحكومة الجديدة. اجتمعت اليوم مع الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهودنا الرامية إلى مساعدة جميع الأطراف في تنفيذ جميع بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، جميع بنود هذا الاتفاق وبدون انتقائية. نحن نؤمن أن تنفيذ الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأزمة. أكدت جميع الأطراف التزامها باتفاق السلم والشراكة الوطنية، وعالجنا عدد من القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاق بما فيها مسألة تشكيل الحكومة الجديدة. ونحن بدورنا نؤكد أننا سنعمل مع جميع الأطراف لتذليل العقبات والوصول إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة الوطنية. شكراً.